اللي راهم يداووا الجزائريين ما راهمش يأدوا الخدمه تاعهم في ظروف حسنه. ابسط حاجه هو الوزير يهبط، هذا وزير سي زياري كان نائب سابق، كان رئيس مجلس الشعب الوطني، يهبط يجي مستشفى مصطفى باشا يجي يتناقش ويتفاوض مع المضربين، ما يبقاش كما قال هذا النقابي ساكت ولا يستعمل يعني الخشونه، قال ما كاين والو، لا لازم نتفاوضوا نلقاو الحل، كل شيء بالحوار المفاوضات. ثم المفاوضات، ثم الشيء اللي قاله الزميل، قال نورمالمون مش شيء قانوني 15. انه يكون عامل لياخذ اجر اقل من الحد الادنى للاجر القاعدي اللي هو 18000 دينار. سمعنا هذه السيده دروك اللي تكلمت قالت لك 16 سنه خدمه مازال تخلص ب 15000 دينار، هذا باطل. والبرلمان اللي تكون عنده مصداقيه وشرعيه يقدر يلغي هذا الباطل. كيفاش يلغيه؟ احنا درنا اقتراح في العهده اللي فاتت مثلا، درنا ماده منع اي اجر اقل من الحد الادنى للاجر القاعدي. الاغلبيه تاع البرلمان صوتت ضد. من هي الاغلبيه؟ فلان. الاغلبيه الوقت هذاك فلان واللي راندي ما راهش نهضر على هذا البرلمان اللي كان قبل. دونك البرلماني تحاسبوا في الافعال ماهوش الاقوال، باسكو الهضره سهله نقدروا نهضروا نديروا بصح لازم كي ترسي للصح كي يلحق التعديل. وحنا حزب العمال عندنا هذه العاده، يعني عندنا من تقاليدنا اننا عندما يجي اقتراح ايجابي من اي كتله كان نمشيو معه. ولكن استاذ رمضان انا عندي كن مطمئنا سي تعزيب، حتى نواب حزب جبهه التحرير الوطني عمرهم لا يمشيو ضد مصالح الشعب. للاسف اذا كان صارت في الجلسه اللي فاتت شوف استاذ رمضان، ولكن بكلامك انت قلت كثير من القوانين صدق عليها بالضد يعني وما خرجتش من البرلمان. البعض يرجع هذا المشكل الى نقص الخبره او الكفاءه لدى البرلمانيين. كثير قالوا بان البرلمان الحالي برلمان رجال اعمال، برلمان رجال نفوذ، كاين ناس ما عندهمش علاقه اصلا بالتشريع لا بالقانون لا بالسياسه دخلوا البرلمان. انا نقول لك بكل صراحه عندما يتخلط المال مع السياسه خطر مش فقط على الاحزاب ولا على الديمقراطيه ولكن خطر على الدوله. لان عشنا انا راني هذه ثالث عهده تاعي في البرلمان، عشنا يعني امور غريبه وغريبه جدا، يعني النواب يصوتوا ضد بلادهم. نعطي لك مثال، حزب العمال قعد 12 سنه يقترح منع استيراد الادويه المصنوعه في الجزائر، يعني باش نحميو مؤسسه صيدان. النواب الاغلبيه انذاك كل سنه يصوتوا ضد، حتى 2008 باش خذت القرار الحكومه طبقت هذاك التعديل. هذه مثال. كاين نائب دار اقتراح واحد العام باش ينقصوا تحفيزات للمؤسسات في خمس ولايات الجنوب، خمسه فقط. كي حوسنا نفهموا لقينا عنده خمس ولايات عنده استثمارات، صافي يدير قانون ليه. نعم. شفت نائب رئيس في البرلمان داكور في اللي مضى يدير قراءه تاع قانون الماليه التكميلي تاع سنه 2009 تاع قاعده 51-49 ومراقبه الدوله في عمليه الاستيراد يدير قراءه للقانون من منطلق هو مستورد سي ان امبورتاتور. نعم. واش يبقى للبلاد وكان تكون الاغلبيه نقاط والمثال والمثال الخطير اونكور سيك النواب في العهده اللي فاتت رئيس الجمهوريه دعم قطاع النسيج بجوج ملايير دولار. نعم. يعني باش نعاودوا نهضوا قطاع النسيج، واش داروا النواب وهذو من مجموعه من التحالف الرئاسي بين ثلاثه باش حتى واحد ما يقول فلان ما كانش معايا. نعم. داروا تعديل باش يعاودوا يستوردوا الشيفون، صافي دير من جهه دوله تحوس كيفاش تقوي المنتوج الوطني. نعم. ومن جهه اخرى. دونك هذا أمثلة جميلة خطر جدا. خطر أمثلة خطر على جدا. اقتصادنا وخطر حتى أمثلة على الدولة. جميلة جدا كما سمعت يا استاذ. من لا يعرف القوانين انا اظن من ليس لديه ثقافه سياسيه لا يستطيع ان يناقش او يثري قانون او اقتراح او تعديل. ولكن لازم نعرفوا انه هذا برلمان ممثل الشعب، ما يقدروش يكونوا كاع قلت لك دكاتره وما يقدروش يكونوا كاع اطباء ولا كاع، ولكن على يعني الاقل اكثر من النصف. لا فيه كفاءات في البرلمان اللي يتكلم على البرلمان، فيه كفاءات وفيه اساتذه وفيه مجموعه شبان وكذا ومن متكونين في الجامعات الجزائريه. لما انا واحد من الناس شفت مجموعات في اللجنه اللي فيها لجنه الشباب والرياضه، يعني حتى من احزاب اخرى من لا فلان ولا راندي ومن لا فاس والاخر كل شوف كفاءات. ولما ايضا شفنا النقاشات يعني الجلسات العامه فيه استمعنا لشباب محامين وكذا، يعني اللي الان دخلوا كفاءات البرلمان
ولكن هذا ما يمنعش انه ما دام قلت لك في حصه صريح جدا ما يمنعش انه فيه دخلاء على هذا المجلس كما تكلم على امور تاع السياسه. طبعا هذا ما حدث ازمه داخل حزب جبهه التحرير الوطني واللي خلى انه مجموعه تاع النبلاء في حزب جبهه التحرير الوطني يتحركوا باش يوقفوا مثل هذه الاشياء. طيب استاذ كيف تفسر الغياب في الجلسات؟ الغياب في الجلسات انا نشوف اللي يعني شفت الجلسات هذه اللي مشات تقريبا في حضور، يعني مقارنة بالعهدة السابقة شفنا في حضور. طبعا هذه ايضا لازم باش ما نبقاوش نقولوا نوقفوا قال النايب نديروا له بوانتاج ولا كذا، هذه ترجع للضمير تاع كل نايب. نعم من الواجبات النايب يقول لك انه يحضر الاجتماعات تاع المجلس ويحضر اجتماعات تاع اللجنة اللي فيه، هذه واجباته لانه فيه تعويضات وكذا على جد الامور هذه، ولكن دائما تبقى لضميره. وهذا نظن ايضا ما هو من مخلفات فشل الاصلاحات السياسيه، لانه كان عملنا اصلاحات سياسيه حقيقيه مثلا حالات التنافي مع العضله البرلمانيه كنا نقدروا نجنبوا هكذا يعني هكذا اوضاع، لان مش نائب برلماني وخدام في جهه اخرى، لان المشكل وين؟ يقدر تكون مجموعه صغيره مثلا تاع رجال المال والاعمال هذوما اصحاب الشكاره يديروا لوبي داخل المجلس يشريوا اصوات ونكذبوا على انفسنا. الحصه تاعك واسمها صريح جدا، صريح جدا. كاين الناس اللي لحقوا البرلمان صرفوا ملاير استثمار بالنسبه لروحو سواء في المجلس الشعبي الوطني ولا في الصينا، داكور، كي واحد اللي صرف 20 مليار باش يولي ديبوتي غدوه ونفس الشيء في الصينا، داكور، ولا في الصينا، معناتها هذا غدوه يعني يخدم باش يعاود يسترجع واش صرف. طيب استاذ رمضان سؤال اخر، نحن على مقربه من انتخاب نواب الرئيس يعني في جويلي على ما اظن جوان، والصراع يعني كما هناك يعني اخبار من المجلس تقول ان الصراع بدا منذ الان حول هذه المناصب، لان هناك اطراف كثيره تريد الدخول او تصبح نواب رئيس. نعطيك مثال فهم. يعني في رايك انت هل هم النائب الان هو الصراع لكي يصل الى ذاك المنصب؟ باش نتفاهموا، حزب العمال هذه المره ما دخلناش في هيئات المجلس باسكو ما قبلناش صيلي صراع في الانتخابات كالتزوير واستعمال جوستمون المال بطريقه واسعه، ولكن كل حزب عنده تقاليده. في حزب العمال عمرنا ما كان عندنا مشكل شكون يتقلد المسؤوليه لسبب بسيط، التقلد المسؤوليه في المجلس الشعبي الوطني ما فيش مزايا. انا كنت نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني لمده 5 سنوات، الاجره يعني التعويضات اللي نديهم انا كما تاع ديبوتي حزب العمال اللي ما عندوش مسؤوليه داخل هيئه المجلس الشعبي الوطني، ولا رئيس المجموعه البرلمانيه اليوم اللي هو جلول جودي الاجر تاعو كيف مع الاجر تاع النائب في المجموعه البرلمانيه حزب العمال اللي ما عندوش مسؤوليه، نفس الشيء عندما يكون رئيس لجنه. دونك بطبيعه الحال لان كاين مزايا كاين استعمال لي كومبري هذا شو شفنا للاسف حتى في المجلس الشعبي الوطني، كاين الناس اللي تقلدوا مناصب في احزاب ولا في عند مجموعات اخرى باستعمال حتى دخل لابيان نائب يشري يبيع صوته داخل البرلمان. جميل موجوده جدا. ما نعممش ولكن جدا. موجوده. استاذ تفضل. بالنسبه لهذه القضيه، اولا بالنسبه للعام الاول احنا ما درناش انتخابات، كانت القياده السياسيه هي اللي عينت النواب الرئيس ورؤساء اللجان اللي يعني المناصب اللي عندها حزب جبهه التحرير الوطني عيونه من طرف القياده السياسيه. بقات الان بالنسبه للجوا رايحين ما فيه لا صراعات لا فيه، الامر واضح. يعني العام الاول احنا سمحنا للقياده السياسيه انها قال لانه الانتخابات الناس ما يعرفوش بعضهم. نعم. ولكن الابتداء من العام الثاني بطريقه انتخابيه عاديه ما فيها لا صراعات لا ما فيها لا اخرى، يعني نهار استاذ ابراهيم اخر سؤال يعني باختصار في 30 ثانيه، هل ترون انفسكم انتم في جبهه التحرير تمثلون الشعب؟ طبعا نمثل الشعب، وهذا الشيء اللي يخلي دائما انه الشعب يدير ثقه في حزب جبهه التحرير الوطني ويمد لها باصواته كل ما جاء موعد انتخابي. استاذ تعزيز، الا ترى بان الشعب ليس ممثلا لحد الان في اي مجلس؟ انا اتفق مع هذا التشخيص تاعك، لان نسبه المشاركه كانت ضئيله في الانتخابات اللي مضت، زياده على ذلك كان ما كانتش لا شفافه ولا حره. يعني مسألة هذه تاع الشفافة وحرة، شوف سي رمضان اسمح لي والله خليني عندي بصفة عامة شوف إذا كان انتقدنا البرلمان تاع 97 وانتقدنا تاع 2002 وانتقدنا تاع الآخر،
يعني قعدوا دائما ينتقدوا البرلمانات، قعدوا دائما ينتقدوا. دونك المساله تاع المصداقيه تاع المؤسسات المنتخبه يجب ان تكون مؤسسه شرعيه في البلاد، جات بانتخابات الشعب انتخب ومد من يحب. هذا هذا نظريا، ولكن في الواقع صار المحال في الانتخابات. شكرا استاذ رمضان يوسف تعزيبت نائب المجلس الشعبي الوطني عن حزب الامال. شكرا لك استاذ ابراهيم بولقان نائب المجلس الشعبي الوطني عن ولايه سطيف عن جبهه التحرير الوطني. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول اليكم ايضا على حسن اصغائكم ومتابعه. الشكر الى كل فريق العمل في تلفزيون النهار، والى ملتقى اخر. اطيب المنى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.